السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في قناة إسماعيل تابيسري جينيرال. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كما وعدتكم دائما كنجيب لكم الجديد اللي عنده علاقة بتغليف ديال الأكسسوار ديال السيارات. بالنسبة للفيديو ديالنا ديال اليوم عندنا تغليف ديال ليغارنيتور والبلافون حتى هو ديال سكودا أوكتافيا. بالنسبة ليغارنيتور هذا هو الفيديو ديالهم، كنحاولوا نحيدوا ليغارنيتور من الطوموبيل من الداخل، يعني كنحاولوا نخرجوهم على برا ونديكوليو التوب على هذا الشكل هذا. كنحاولوا نزولوا التوب من البلايص من الداخل ديال الغارنيتور كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنحاولوا نجروا التوب باش كيتحيد لينا لان ديجا هو مديكولي، كنحاولوا غير نزولوه من الغارنيتور ديالو. كنحاولوا نحكو داك البونج حتى كيولي الطرف اللي غادي نغلفو على هذا الشكل، يعني كيبقى غير ديك البارتيا اللي غادي نغلفوها على هذا الشكل. وهذا الظهر ديال الغارنيتور كما كنديكوليوه كنحاولوا نوريكم لي فيش اللي كيكونوا لداخل في الغارنيتور لان ساهل في الديمونتاج ديالو، يعني راه ساهل بالنسبه لطابيسري. المهم اهم حاجه كنحاولوا نحيدو البونج، يعني كنحاولوا نديكوليوه باش كنلقاو فين ندهنوا الكولا. بالنسبه لهاد البارتي كنحاولوا ندهنوها كامله بالكولا، يعني كنحاولوا ما نخليو حتى شي بلاصه ما فيهاش الكولا، لان اي مكان ما فيهش الكولا التوب غادي يعطينا واحد التشوه اولا واحد النفخ، يعني غادي يجي باين بزاف. وكذلك التوب تندهنوه كامل بالكولا. كنحاولوا نديرو شي لاطراس في الوسط باش كتعطينا يعني منين نبداو نقوليو التوب على الغارنيتور. وكندهنو التوب كامل يعني الجوانب ديالو كلهم باش كيجينا تغليف على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. هاد البلاصه ما فيها لا نفخ لا حتى شي حاجه، يعني كيجي على الشكل ديال الدوريجين ديالها كما خرجت النهار الاول. وكنلصقوا ليهم دوك اليدين ديالهم وكل شيء. المهم بالنسبه للمتتبعين ديال القناه راهم عارفين الخدمه ديالي، اللهم بارك وزيد في ذلك. وهذا الباب ديال الطوموبيل، يعني هادو هما الفيشات اللي تيكونوا لاصقين في الكارنيتور كنحيدوهم. هذا ديال الضو، ومن بعد فاش كنبغيو نمونطيوهم كنحاولوا نردو اي فيش للبلاصه ديالو فين كان في الاول. يعني كنتمنى من المتتبعين انهم يلاحظوا معايا اللي فيش كاملين رديناهم بلاصتهم، لان الا نسينا فيش واحد ومنطينا الباب من بعد خاصنا نعاودو نحلو الباب كامل باش نردو داك الفيش في بلاصتو. يعني كنأكد عليكم انكم تنتبهوا اللي فيش كاملين مونطين عاد نجستيو الباب في بلاصتو. وبالنسبه للمونتاج والديمونتاج ديال الكارنيتور راه ساهل. بالنسبه للمونتاج كما كتشوفوا معايا هذيك الكرافه هذه الثقبه فين غادي تدخل، يعني كنحاولوا نجيبوا الكرافات كاملين ديريكت مع الثقابي ديالهم باش كيجي الباب مجوستي مزيان، يعني الا بقات واحد البلاصه مهزوزه غادي تجي باينه في الباب. يعني كنحاولوا نجوستيو لي زيغراف ديالهم على الباب، وكنجوستيو الباب من الفوق. اهم حاجه هي انه خاصو يجي فوق داك الجوان ديال الجاجه. وهذا الفيش ديال الزاج الكتريك، يعني هذا هو الفيش ديال الزاج باش كيطلع وكيهبط حتى هو كنمونطيوه. عاد كنجوستيو البلاستيكه ديالو بلاصتها، لان راه الفيس ديالها كيجيو في التقابي بلاصتهم، لان الا تجوستاو لي زيغراف في التقابي ديالهم كيجيو كلشي مونطي هو هذاك. يعني كما كتشوفوا معايا التقابي كاملين باينين. من بعد صافي كنلصقو دوك لي فيس ديالهم، كل فيس كنعقلو عليه البلاصه ديالو فين كان، لان اغلبيه ديال لي غارنيتور كنلقاو لي فيس ديالهم كيتمونطاو بالسيبو. من بعد ما كنلصقو الفيش كنردو البلاستيكه لبلاصتها، يعني كيكونوا فيها واحد الكريفات ديالها كنردوهم بلاصه ونبركو عليهم. بالنسبه لهاد البلاستيكات يعني راهم ساهلين في المونتاج ديالهم،
يعني غير كتجوستيهم بلاصتهم وكتبرك عليهم باش كيتمونطاو. المهم ها هو الباب راه واجد، يعني الكارنيتور مغلف كيبان بحال الا دوريجين ديالها. وبالنسبه لهذا الباب ديال الخلف حتى هو فيه داك الكابل ديال البواني، فيه لي فيشا هو. المهم هذا هو الباب ديال الخلف ديال سكودا اوكتافيا. صافي من بعد ما تنغلفوا الكارنيتور ديالو، يعني نفس الشكل بحال اللي درنا للباب الامام، كيجي لاصق على الكارنيتور ديالو. صافي من بعد هادو هما الفيشات اللي تيكونوا في الظهر ديال الكارنيتور، حتى هما تنجوستيوهم بلاصتهم. الكابل حتى هو تنديرو بلاصتو تنمونطيوه. بالنسبه لهادو هما الكرافات اللي تيتمونطاو في الباب، يعني خاصهم يجيو فاس مع التقابي ديالهم باش يتمونطا الباب. هادو لي فيس ديال اليد حتى هما تنمونطيوهم بلاصتهم. المهم راه أغلبية ديال لي فيس تيكونو سيبو كيما شتو معايا. هادو هما لي زيكراف تيجيو ديريكت مع التقابي ديالهم باش كيجيو ساهلين في المونتاج. الفيشات حتى هما راكبين، المهم كلشي راكب في بلاصتو. من بعد صافي كضرب على الباب بحال هكا كتمونطا، صافي هي لصقات، يعني ما كيبان لا فراغ لا حتى شي حاجة. حتى من الجنب الاخر حتى هو كنبركو عليها باش كيدخلوا دوك الكرافات في التقابي ديالهم. انتما من بعد ما كيدخلوا الكرافات في التقابي ديالهم كيجيو دوك التقابي ديال البوانيات كل وحده في بلاصتها. صافي حدنا كنزيرو دوك اليدين تنمونطيوهم بلاصتهم، لي فيس ديالهم تندخلهم بلاصتهم. تبقى غير داك الكاج ديال اليد حتى هو تنجوستيو في بلاصتو، لان تيكونوا غير فيهم غير واحد الكرافات ديالهم كيدخلوا بلايصهم. وهذا الفيش ديال الالكتريك ديال الزاج حتى هو من بعد كنمونطيو في بلاصتو. صافي حتى كيتكروشا في بلاصتو، عاد كنمونطيو داك البلاستيكه. البلاستيكه تجي بلاصه نيشان. المهم الاخوان بالنسبه اللي بغا شي تغليفه لي كارنيتور ديال الطوموبيل او الكوسانات او البلافون او اي اكسسوار داخل السياره، مرحبا. كما دائما تنخلي لكم الرقم ديال الهاتف وكذلك الموقع مدينه فاس شارع الشفشاوني اون فاس اوبرج دي جونيس فاس. وبالنسبه لهادي الباب ديال الامام، يعني كتكون عندها هذيك البوانية ديال الالكتريك ديال البيبان وكل شيء. المهم نفس الطريقه باش مونطينا الباب اللي كتكون مع جنب الشيفور، كذلك كنمونطيو الباب ديال الشيفور هي هذه. المهم فيسات ديالها راهم باينين. المهم غير خاصك تحاول انك تخلي كل فيس تعقل على البلاصه ديالو، والفيشات حتى هما تعقل لهم على البلاصه ديالهم باش ما تقلبهمش. هذا الفيش ديال الزاج الكتريك ديال الامام والخلف تيكون دائما مع جنب الشيفور. ممكن نركبوا الفيش هو الاول ومن بعد الفيسات كنجوستيوهم بلاصتهم. حتى من الامام عندهم نفس لي فيس والسيبويات اللي تيكونوا في البيبان كاملين. وبالنسبه للطريقه ديال التركاب راه ساهله، لان كلشي كيتمونطا في بلاصتو. فقط انك خاصك تجيب لي زيكراف في البلايصه ديال التقابي ديالهم باش ما كيجيش الباب مخالف اولا شي حاجه. وهذه الباب كذلك ديال الخلف اللي من مور الشيفور حتى هي نفس الطريقه ديال المونتاج مع الباب اللي كتكون على اليمن. من بعد ما غلفنا الكارنيتور كيجي على هذا الشكل هذا. وهنا غادي تكون نهايه التغليف ديال لي كارنيتور سكودا اوكتافيا. والفيديو اللي مور هذا ان شاء الله باذن الله غادي نحط لكم تغليف ديال بلافون سكودا اوكتافيا. ترقبوا الفيديو عما قارب ان شاء الله باذن الله، وفرجه ممتعه. وكنتمنى نكون خفيف على قلوبكم ونكون كنفيدكم دائما في هذه القناه هذه. وشكرا للمتتبعين الاوفياء.